منعوه. خلاص انا اول حكي كان هروي بدلته بالميثادون او بدلته ببرونورفين احسن، يقال ان البرونورفين احسن من الميثادون. ليه؟ لان الميثادون اصلي، فممكن لو زادت الجرعه هو خد جرعه يجيله ريسبيراتوري ديبريشن، لما ده مش اصلي، ده بارشال لاجنو، ولو خد جرعه مش هتعمل له حاجه، مش هتعمل ريسبيراتوري ديبريشن. نمره اثنين، الميثادون بتاع البرونورفين اهدى من الميثادون، اهدى واقل في استفاده الميثادون. لو سالت سؤال لماذا البرونورفين افضل من الميثادون في سحب الدواء؟ طيب يبقى ده نمره واحد. نمره اثنين، تستخدم ايه يا اولاد كمان؟ يبقى انا اديتك ببرونورفين، ببرونورفين ما بديك ايفوريا برضه، ايفوريا وكل حاجه انالجيزيا بس اقل من الدرجه دي. وبعدين اروح معطيك حاجه الفا 2 اجونست، كلونيدين، اللي هو كلونيدين عشان يهديه، لانه ايه؟ اجونست على الالفا 2 فبهدي المريض. وبعدين نمره ثلاثه، بعد كده اروح مديك نالتريكسون، هو زي النالوكسون بس بالفم، نالتريكسون. ليه بقى؟ عشان سعادتك لما تاخد مورفين تروح تسرق مورفين ولا ايروين، تاخده ما يعملكش اي حاجه خالص. مفهوم الحركه دي يا ولاد؟ حتى وانت بتاخد الببرونورفين ده، لو خدت مورفين او غيره مش هيعمل لك حاجه لانه مسكر الريسبتور. فهمت الحركه دي؟ اي صح. فطبعا المشكله المرضى عفاريت، بيعرف وما بياخدش داوي عشان يستفيد من دوكا، قصه ثانيه كبيره جدا. وقصه العلاج الادمان دي يا ولاد قصه طويله جدا جدا. انا يا تحدي مش دورنا. عرفنا اللي بيستخدم في العلاج ميثادون وبرونورفين الفا 2. بعد كده انا هعمل بقى بسرعه على المحاضره كلها، خلاص الحمد لله مرينا عليها كلها تجمعات. اللي مش فاهم اي حاجه يقول لي دي انا مش فاهمها جت ازاي. الادفيرس افكت بيعمل تولرنس وفيزيكال ديبندنس وادكشن سيديشن زياده في الانتراكرينال تنشن نوزيا وفومتنج وكونستبيشن، ممكن يعمل انتستينال اوبستراكشن فولترال هايبوتنشن ريسبيراتوري ديبريشن. عشان كده خد بالك من اللي عندهم امراض في السطر زي الامفيزيما والسي او بي دي والازم، خد بالك. ايوه. اليورينري بيعمل يورينري ريتنشن، عشان كده خد بالك من المرضى اللي عندهم بروستيت. السكين بيعمل حساسيه، والحساسيه تعالج بالنالوكسون او ممكن بالانتستال. النالوكسون برضه يعالج الحساسيه بس جرعه بسيطه. حاجات الجينيتال بيطول الولاده شويه. عشان نفس الحكايه التور مش عملش كونتراكت. اسفيكسيا اوف ذا فيتس، لو الولد ايه اتنقل له الدواء وهو والام بتولد، صح ولا مش صح؟ وبعدين يقلل الليبيدو وبيعمل امبوتنس، بيعمل انفرتيلتي وبيعمل سوشيال كونفيدنس. والله يا رد للاسف ما تتخيلوش ان مثلا الشباب عندنا في مصر بياخدوه عشان الموضوع ده، يقول لك ده بيطول لا مؤاخذه وبيقوي ومش ابدا كله شياطين، اضحكوا عليهم لكن بالعكس هذا التاثير بتاعه. احنا شفنا تاثير الهرمونات، شفنا البرولاكتين، وشفنا التستوستيرون، وشفنا يعني كله نازل. نعم، هم بياخدوه عشان الاستريس، عشان ينسى، عشان المشاكل، عشان يبقى مبسوط، هروبا من الواقع، هروبا من الواقع، مش عشان كده. طبعا ممكن ياخد اوفر دوز، تعمل له دراج بويزنينج، وبعدين الدراج انتراكشن بنتكلم عنها. احنا قلنا دراج بويزنينج في الانسان العادي 60 مللي جرام، يعني وقفوا له التنفس، الانسان المدمن اكثر من كده بكتير، لانه عنده تولرنس. خصائص، لو جالك حاله كده بقول لك مريض جالك المستشفى في الطوارئ عنده ثلاث حاجات، كوما والريسبيريشن بتاعه خمسه وعنده بين بيت الدبيوك وعنده هايبوتون، شخص وانت مغمض ايه؟ انه ياخد جرعات كبيره كويسه، لانه اغلب الادويه الثانيه اولاد بتعمل دلتيشن في البيوك، ده الوحيد المتميز باللي بيعمل ايه؟ عرفت الفكره؟ بي بي بي. فانت عشان تتاكد اديله بس حقنه تلوكسون ثلاث دقائق هيكون ايه؟ اي يصحى على طول. طبعا علاجه اهم حاجه هو بموت من ايه؟ يبقى انا اول حاجه تحط على هنا عليك ايه؟ تنفس صناعي، وبعدين تدي تظبط الضغط، تحط له شويه فازو كونستكشن وفلويد، وبعدين تغسل المعده. لو ما تغسلش كل اللي حاولت تغسل واخده انترافينس، صح ولا مش صح؟ حتى لو بعد ساعات. الانتيدوت بتاعه هو مين؟ نالكس 4 من 10 الى 8 من 10 مللي جرام كل دقيقتين. وتاخد بالك من في ادويه طويله في المفعول وفي ادويه شورت، الشورت ما فيش فيها مشكله. لو طويله تضطر تعمل ايه؟ اكثر من حمله او تدي انتيدوت طويل للمفعول اسمه نالميفين. انا اتكلم عن ده. الاستخدامات طبعا خلاص بقى عرفنا. اول حاجه ايه؟ التسكين. انهي الم يا ولاد، السيفير ولا السيفير؟ طبعا اديني مثال كده في بعض العمليات الجراحيه كله بياخد مورفين يا ولاد، الابرام كله مفيش واحد يستحمل الم الجرح بتاع. ايه تاني؟ الابرام. ايه كمان؟ الولاده. ايه كمان؟ الفراكشر بتاع العظام. بس خد بالك من الفراكشر بتاع مين؟ من الاسكال، عشان بيرفع الضغط داخل الاسكال يعمل لنا مشكله. صح يا شباب؟ ايوه صح. خلاص خلصنا بالايه؟ التسكين. الاكيوت ليفت فنتريكولار فيلير احنا قلنا عشان فازو دايليتيشن. والمايوكارديال فراكشر عشان مسكن للالم وبيعمل فازو دايليتيشن وريليف الانكسايتي.
وريليف السمباثاتيك يهدي السمباثاتيك فبيهدى المريض. ده مهم جدا له. في التخدير تفتكروا مفيد في التخدير اللي بيده ولا مش مفيد يا اولاد؟ مفيد. نمره واحد قبل العمليه. ليه؟ ليه تبدأ حب العمليه؟ خدتها مع الدكتور سعد يهدي المريض وانالجيسيا وبالتالي يقلل جرعه التخدير. ليه؟ لان الدواء ده اللي اعرفه احسن من اللي ما اعرفوش. الدواء ده له انتيدول. لو حصل اسبيرات الدبريشن اقدر ايه؟ اعطينا الاكزون. لا لكن الجنرال انستيزيا والحاجات الثانيه ما لهاش. عرفت الفكره؟ نمره اثنين اثناء العمليه ممكن يساعدني يقلل جرعه الانستيزيا. يبقى قبل العمليه واثناء العمليه. نمره ثلاثه ممكن في الناس الخطر اللي عندهم كاردياك سيرجري اللي قلبهم تعبان هو اعتمد عليه ميجور في التخدير زي الفنتانيل لانه الدبريشن بتاعه بتاع على الكارديو بس كومبير مع الجنرال انستيزيا اقل بكثير. اقل بكثير. وبعدين ممكن استخدمه كمان يا ولاد ايه في الريجنال انرجيز في الظهر لواحده برضه بتولد او واحد او واحده عندها ورم ما الى ذلك. هذا استخداماته في الانستيزيا. بعد كده في الاسهال ينفع يا اولاد؟ مين احسن واحد في الاسهال؟ ليبرامايد. في الكحه ينفع؟ طبعا. مين احسن واحد في الكحه؟ ديكستروموسرفان. لا ديكستروموسرفان. في الداينك بيعمل الناس الاجانب دول ظراف جدا. يقول لك ايه من ضمن الانتيجن بتاعه واحد بيموت الدليل الحر. طب ليه يا حبيبي؟ يقول لك عشان يموت مبسوط. يقول لك ايه؟ دعه يموت في سلام. يعني ياخد الحقنه كده وما يشعرش بالم، يسكن له الالم، عنده سرطان مثلا. نمره اثنين يبقى مبسوط كده وهادئ. مهم افكار كده غريبه. مش مشكله. يعني يروح مسطول يعني سبحان الله. الشفرنج بعض الادويه زي البتيزين له اجنس على الالفا 2. اجنس على الالفا 2 يعني انهبت السمباثيك فانهبت الشفرنج الرعشه. الرعشه ديت بتدين بالذات يمنعها. بتدين يا اولاد مهم قوي. بتدين مهم جدا. كونتر اندكيشن. بصوا فيها كده لو حد عنده اي حاجه مش فاهمها كونتر او بريكوشنز يعني على سبيل المثال واحد عنده ازمه ما ادالوش مفهوم ياخد بس خد بالك منه يعني ممكن يحصل له مشكله. أيوة. خلاص او اديله نوع كويس اهدى زي الاجولس انتاجولس. هذا الفكره ده. بص يا اولاد كده اللي مش مقتنع بحاجه يقول لي ما تحطش فول اجولس مع الباتشا صح ولا صح؟ عرفناها دي. الناس اللي عندها الريسبيريشن تعبان او الازمه او اللي عنده هيد انجري صح يا اولاد؟ او اللي عنده هايبوتنشن او اللي عنده هايبوثيروديزم وادسون. طب هايبوثيروديزم ليه؟ الميتابوليزم حرارته منخفضه اصلا بتزود انت والادسون اسيد اتش صح برافو عليك نبت الاسيد اتش ونبت الكورتيزون نبت الكورتيزون كده ممتاز. اللي عنده طبعا ادفانس الليفر والكيليا بالذات صح؟ الاثنين مع بعض اثناء الولاده خد بالك عشان الايه؟ طب في الولاده يا ولاد انت دواء شورت ولا دواء لونج؟ شورت زي مين؟ بيتيدين. شفت البيتيدين مهم ازاي؟ انا لو مكانكم كده روح احفظ البيتيدين. مهم استخدم كتير كده. استخدم كتير. طيب المغص المراري ياخد بالك ولا؟ ناخد بالنا صح؟ عشان نزود بس. هو والمغص الكلوي والحاجات دي كلها. اللي عنده تضخم في البروستاتا تاخد بالك ولا ايه؟ طبعا ريتنشن. طب احل الموضوع ازاي؟ ما ألف حاجه ألف ألف لا ركب قسطره ركب قسطره معلش حل هتعمل ايه؟ ركب قسطره وبعدين تدي الحقنه وبعد ما يخلص تبقى ده مفعول انتيشن بس الدراج انتر اكشن بقى اي حاجه انهبت السي ان اس سيداتيف انتي ديبريسنت اي حاجه انهبت السي ان اس لان الدواء ده انهبت ولا مش انهبت؟ خلاص نمره اثنين الامفيتامين. الامفيتامين تحطه مع الاوبيويد يزود الانرجيزي السوق بيعمل ايفوريا الايفوريا بتعمل انالجيزيا. نمره اثنين حته خطيره السيروتونين سندروم بالذات البيتيدين لما تحطه مع الماء او سيلكتيف سيروتونين اللي هو ادويه الاكتئاب يحصل في حاجه اسمها سيروتونين سندروم. سيروتونين سندروم في كلمتين هايبر سيرميا كوم كونفالش خطر. ده مشهور في دوايين بيتيدين والترامادول. انا شفت حالات ثلاث حالات في الاجازه اللي فاتت دي كونفالشن من ترامادول بياخدوا معاها حاجه ثانيه. دايما يا اولاد المدمن بقى خلي بالكم هتقروا انتوا الادمان تعرفوا بيدمن حاجه سهل عليه يدمن حاجه ثانيه. سهل عليه حتى ياكل اي حاجه ويشرب اي حاجه خلاص اصبح ما بيحسش بجسمه وسلوكه اتغير. فبياخد حاجات انتي ديبريسنت يقول لك عشان يطول المغزى برضه كله الهدف العمليه اللي انتوا عارفينها. ياخد انتي ديبريسنت عشان يطول في الكازف يعني فتره من الكازف. فبياخد انتي ديبريسنت مع بيتيدين يجي له سيروتونين سندروم. ايه السيروتونين سندروم؟ عباره عن ايه؟ هايبر سيرميا كوما كونفالش خطر جدا ممكن يموت ديس ممكن يموت المرض. لو بيوت مع الدايوريتيك ايه رايك يا اولاد؟ صح يضيع يعني يضيع مفعول الدايوريتيك شويه. المورفين بينهبت الابزورشن بتاع بعض الادويه صح. ليه؟ مرتلت. صح ما وصلش الدواء للمعده. المورفين يزود الانستيزيا انستيك افكت صح ولا مش صح؟ انا انرجيز وهو انهبت ودوكم انهبت سهل
انا تابع. انت تقول لي كطبيب وبمارس المهنه ايه اللي يهمني كطبيب؟ سيره الانسندروم. حاجه الثانيه دي كلها منطقيه صح؟ اي دواء انهبت مع انهبت يبقى يحصل مشكله، لكن ايه اللي مش ما اخدش بالي منه اللي هو سيره الانسندروم؟ مع مين بالذات؟ مع كلهم، مع بالذات بتدين ودرامان. خلصنا من الكتر. نيجي بقى خلصنا المحاضره. الكلام اللي هنقوله دلوقتي انا لخصته لك، بس انت لو مش فاهم حاجه افتح اي كتاب، افتح جودمان، افتح كارلسون، افتح اي كتاب، افتح ليفن كود، تلاقي كل دواء في نص صفحه كده. انا لخصت المهم اللي انا شايفه مهم. لو حفظتهم دول او فهمتهم كويس هم مروا علينا دلوقتي خلاص، يعني كل دواء مثلا سطرين كده هم دول اهم حاجه فيه. انا اخذت اهم حاجه فيه على سبيل المثال، اخذت المورفين كده خلاص، ناخد الاوكسي مورفين والهايدرومورفين. هم ايه؟ هم مشتقات من المورفين، ينطبق عليهم ما ينطبق عليه. امال ايه الفرق؟ هتلاحظوا كده بذاكر ايه، بذاكر الادويه ايه الفرق، يعني ايه اللي بتفرق عن المورفين صح ولا مش صح؟ المورفين هو الاصل، هو البروتوتايب. طب ده يعني ايه ميزته؟ ليه عملوه؟ والله الراجل ده لسه دراج انتراكشن، لو اكتف ميتاب زي المورفين بالظبط، لو اكتف ميتابولايت وكل حاجه زيه بالظبط، بس لسه دراج انتراكشن. استفيد منه في ايه؟ كنت اكتب المساله دي. لو واحد عايز مسكن بياخد ادويه كتير، اخد ده خلاص خلصنا منه. اوكسي هيدرومورفين، هيدرو مورفون او هيدرومورفين ما فيش مشكله. اخذ الدواء الثاني الكودايين. ايه اللي ترفع الكودايين يا ولاد؟ انتوا عرفتوا منه؟ ها؟ قوي ولا ضعيف؟ ضعيف. بتكسر بقى انزيم سوديوم بي سي، في مشكله اللي هو الفارماكوجينيتك اللي هو زايد او ناقص. ايه ثاني ينفع في الكحه؟ ينفع. ينفع في اللسان؟ ينفع. صح ولا مش صح؟ هل هو قوي ولا ضعيف؟ بنحطه مع حاجه ثانيه اللي هو ايه؟ باراسيتامول. نفس الكلام. ليس ريسبيراتوري ديبريشن، ليس ديبندنس. خلاص انت هنا الكوديين، الكوديين مش مشهور قوي الا كمسكن وسط. نيجي الاوكسي كودين برضه مشتق زي ما احنا خدنا الاوكسي مورفين والهيدرومورفين، برضه الاوكسي كودين والهيدرو كود هم مور بوتا نو اكتف ميتابولايت. دي ميزه ولا عيب؟ ميزه. عشان مين؟ يبقى بنقول لك الكليه تعبانه ممكن تاخد مين؟ اوكسي كودين او هيدرو كود. طيب الهروين ده عباره عن ايه يا اولاد؟ في اوروبا بيستخدموا، في اوروبا بيستخدموا لانه قوي جدا بس ادمان عالي جدا. نيجي للبي تي دي، ركزوا معايا على البي تي دي بقى، لان ايه اللي عايزك تعرفه في البي تي دي؟ نمره واحد ليس بوتن زي المورفين، هو ميو بس مع اتروبين لايك مع ايه يا اولاد؟ ده حلو لمين؟ للمغص. مش انت عندك المغص المورفين بيزود المغص لانه بيعمل اسباز، ده هيفك لك المغص ده، يبقى ينفع في المغص الايه؟ المراري والمغص الكلوي. صح ولا مش صح؟ طيب في العين لما يجي لك سؤال كده ام سي كيو تشوف ذا فولج از ذا ليست انديوسنج مايوز لانه لا تو بالله كاش. انا بقول لكم البيرلس، بقول لكم خلاصه الحاجه اللي تنفعك في اولا في ممارسه الطب، نمره اثنين في الامتحانات، كل الامتحانات. ايه ثاني اللي يهمني؟ ليس سيديشن. ليه ليس سيديشن يا اولاد؟ يعني ما تدوخش قوي. برضه يجي لك سؤال، مين اكل لهم سيديشن؟ اللي هو البيت دي. ليه يا اولاد؟ لانه اتروبين لاكاتش، الاتروبين بيعمل ايه في المخ؟ اكسيتيشن. صح مش باين؟ فلو اتروبين لاكاتش فضيع السيديشن بتاعه شويه. هو شورتر في الديوريشن. ينفع في الاولاد ولا ما ينفعش؟ ينفع. افضل من المورفين. لان المورفين طويل 6 ساعات، ده 4 أو 3 ساعات. بس عيبه بيعمل ايه بقى؟ كونفالجن. بيعمل ايه كمان؟ سيرتونين سندروم. ينفع في الولادة اوكي، في الناس الكبار لا مش مستحب. ليه؟ اكتب انت مريم رافع عليك، انت اسمك ايه؟ شاطر يا عطل. بيطلع علاج متورد اسمه ايه؟ نور ميبريدين. هو الدواء في امريكا اسمه ميبريدين، بيطلع مركب اسمه نور ميبريدين. صح. ما فيش انتي تصف ولا انتي دايرين. خد بالك بقى من السيرتونين سندروم. صح؟ دي بتاع السيرتونين سندروم يا ولاد؟ هو بيعمل كونفالشن في حد ذاته لانه بيطلع اكتف ميتابولايت. في نفس الوقت ما تحطه مع السيروتونين سندروم مع الحاجات السيلكتيف سيروتونين ريابتيك انهبيتور او الماوي يعمل له مشكله كبيره جدا. هنا برضو سؤال جميل، ما ينفعش الا الكرونيك بين. ليه يا ولاد؟ شورت ماشي، ممكن طويل يعني. اولا هو مفيش منه حبوب، هو تقريبا كله خالص. ليه ما ينفعش في الكرونيك بين؟ فكر كده في الميتابوليزم بتاعه. هو بتكسر نوع ميتابوليت ولا في اكتف ميتابوليت؟ الاكتف ميتابوليت بتاعه خطر ولا مش خطر؟ يبقى مع التراكم صح ولا خطا؟ زيادة خطا، يبقى ممكن يحصل فرصه يحصل كونتاكت. هذا الليبريدين. الفنتانيل، ايه اللي مر عليكم في الفنتانيل؟ نمره واحد يا ولاد سترونج صح؟ وبوتا وشور بارنترال اونلي، ينفع انترافينوس وابيديورال وانتراسيك بتاع العمليات، خاصه عمليات الايه؟ القلب. ممتاز.
وبينفع في الميكوزا اللي فوق فاكرينه عشان البريك سترو بين، وينفع في الترمال باتش صح مش قلت الكلام ده في التنين في الترمال باتش للكرونيك بين، في اللي فوق للايه للبريك سترو بين الاكوت بين، يبقى ينفع في الاكوت بين وينفع في الكرونيك بين، لكن ما بتاخدش بالفم لانه ايه لانه هاي اللي بالسيربل بتكسر بالفيرست باس ما بتسيبش منه اي حاجه خالص. خلصنا منه وبيزود الترانكال ريجيديت صح لانه هاي اللي بتصير. هذا خلصنا من الفنتانيل. اولاد الفنتانيل او الاولاد عمه ثلاثه، اقول على كل واحد منهم كلمه. السوفنتانيل اقوى 10 مرات في الجرعه خلاص. الالفنتانيل اسرع شورت ديوريشن ربع ساعه. الريميفنتانيل الدوريشن بتاعته 10 دقائق خلاص. يبقى دي العيله بتاعت اللي هي اولاد عيله الفنتانيل. انت طبعا مش هتحفظ التفاصيل بس خد بالك عشان ام اس سي. انا كان نفسي اشيلها من عليكم خالص نتفق المورفين، بس احس ان انت تتعصب في الامتحانات كلها. سيبك من الامتحانات بتاعتنا احنا ممكن نمارس امتحاناتنا احنا، بس لما تروح اي امتحان يو اس ام دي ولا حاجه احنا ما تعلمناش حاجه. ليه يقول لك هنا الاجابه الصح في التانيين، هنا الاجابه الصح في التانيين، هنا يبقى احنا عملنا ايه؟ فنحلها حلمها في صفحتين تو سلايدز جمع لها مهمات بطريقه بسيطه. لا خلاص اللوبرامات والدايفلوكسيليت بينفعوا فيها يا اولاد؟ بينفعوا في ايه؟ في الدايري خلاص. الميسادون، الميسادون ايه اللي تعرفوه على الميسادون؟ لونج اكت. لونج اكت ينفع في ايه؟ لوزودرول. لوزودرول بعالج لوزودرول صح ولا مش صح؟ صح. لو برضه هو بلوك الان ام دي ريسبتور فعشان كده ينفع في نيوروباثيك بين. لما بزيد بيعمل اريزمي. لما بزيد بيعمل اريزمي كفايه على الميسادون. البروبوكسيفين ده تعبان سيبكم منه. البروبوكسيفين بتاع دي الاجلوس انتاجوس انا عارفينها. الاجلوس انتاجوس انا عارفينها هم مين ومين يا شباب؟ بنتازوسين بيتروفانون نالدوفين. العيس كنت تعرفوه من الاثنين الاولين بيرفعوا الضغط فما ينفعش مع الميكارد انفارج. لما الثالث اللي هو النالدوفين ينفع. بوبرونرفين احنا مر علينا وعرفناه. بارشال اجلو مش كده؟ بطويل المفعول وينفع في علاج الادمان دي اهم حاجه فيه. ينفع في علاج الادمان. الترامادول احنا برضه جمعنا عنه حاجات كتير بتكسر بتنشط بال 2 دي 6 هو ليس ريسبيراتوري وليس كاردو فاسكولار ديبريشن وليس ادكشن هو بيشتغل على ميو بس بيعمل هيبت ري ابتيك للنور ادرينالين والسيروتونين احنا عرفنا الكلام ده بيعمل كونفالشن للسيروتونين سندروم دول اهم حاجه فيه. التابينتادول اللي هو اخوه زيه بالظبط بس ايه بس ما بيطلعش اكتف ميتابولايت. التابينتادول ميبتازينول له انت ماكسيمالك افكت. واخر حاجه اللي هي الانتاجونست الخصم لكم في كلمتين انت عندي ثلاث ادويه نالوكسون نالتريكسون نالميفين. ناخد النالوكسون ما بتاخدش الا انترافينس ما بتاخدش الا ايه انترافينس وهو سريع الاكشن بتاعه سريع في خلال دقيقه دقيقتين يجيب نتيجه بس الديوريشن بتاعه ساعتين عشان كده ايه لو انت دواء عندنا طويل يبقى استخداماته في اي حاجه او مثلا اكيوت اوفر دوز بويزن صح ولا مظبوط. نمره اثنين تشخيص الديبندنس صح ولا مش صح؟ تشخيص الديبندنس. نمره ثلاثه لو عندك الدواء عمل ادفيرس افكت عمل حساسيه مثلا ممكن تدي نكسون ولا لا بس بجرعه صغيره لان الجرعه الكبيره هتضيع كل الافكت فتدي جرعه صغيره عشان ايه عشان تاخد الافكت مثلا انت اللي هو الهيستامين ريليس بس. ينفع في الالكحول انتوكسيكيشن وتاخدوها مع الدكتور احمد دي برضه. في حركه برضه ظريفه يا اولاد بيحطوا النالوكسون مع الاوبيود بالفم. واحد هيقول له طب هو ما بيمتصش بالفم ما انا عارف انه بيمتص بالفم لان المريض عفريت هروح واخد المسحوق الحبايه دي اعملها في محلول ملح واروح مديها لنفسه حقنه. فلو اداها لنفسه حقنه هيشتغل يبقى يبلوك الافكت بتاعت الاوبيود ما يجيبش نتيجه معاه. اقولها تاني واحد مثلا عنده واحد مدمن يدمن امتى لما ياخد الدواء مثلا انترافيرس يجيب له اوفوريا بالذات. هو عايز بقى المريض انا بدي له دواء عشان مثلا بسحب له الدواء مثلا بياخد ببرونرفين بياخد ميسادون بسحب له. فهو يعمل عايز يرجع للادمان تاني يقوم ياخد الدواء ده اهو ميسادون يدوبه في ميه ولا محلول ملح وياخده انتر يعمل له ايه يا اولاد؟ يفور ينبسط. فانا بعجلت له الامور احط له عليه مين؟ نالوكسون. لو خده بالفم نالوكسون ما بيشتغلش. طب لو خده انترافينس يشتغل يمنع كل الايفور ما يستفيدش منه حاجه يكره الدم يرجع تاني للبرنامج بتاعنا. فهمت الحركه دي؟ بينفع في حالات الشوك. النالتريكسون يا اولاد هقول عليه كلمتين برضه هو زي النالوكسون بالظبط ولكنه يتخذ بالفم والهاف لايف بتاعه كبير فنفس الاستخدامات بستخدمه بقى ايه بعد ما انا علاجت المريض كده عايز بقى اعمل مينتنس فبديله ده بيتاخد بالفم حبايه من الدواء تمنع تاثير الاوبيويد 48 ساعه
لو اخذ اي اوبيويد ما يجيبش الجلوش نتيجه لانه مسكر له حاجاته. ويستخدم في التخسيس ويت لوس، ويستخدم في حالات الشوك، وبرضه في الالكحول والسموكينج. اللي عايز يتوب على الالكحول وعايز يوقف التدخين برضه بياخد نالتريكسون، بياخد نالتريكسون. في مشتقين بقى يا اولاد اللي هو الفي موبان والميثال نالتريكسون، دول ادويه بتشتغل لوكالي في الجهاز الهضمي لا تمتص. فاللي عنده بارانيتك انيس من الاوبيويد اديله الدواء ده، اللي عنده امساك جامد من الاوبيويد اديله الدواء ده، ميثال نالتريكسون او الفي موبان. اخر دواء بقى اللي هو النالميفين، هو زي النالتريكسون بس يتاخد انترابيت 10 ساعات وما بيعملش هيبات وتوكسيس. معلش اسفل الاطاره، حد عنده اي سؤال يا شباب؟ خلاص؟ طيب السلام عليكم. ما نجيب جوالك.